في كل عام تجتمع الأسرة ويلتئم الشمل على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك. هذا حال الكثير من العائلات التونسية، حيث تمتزج الأجواء بالفرح والعادات والتقاليد الخاصة برمضان وتبادل الزيارات العائلية. أعز حاجة في رمضان هو صلة الرحم، أن العادات تتصل ببعضها، فهمت؟ وهي منزلة في القرآن، فهمتني؟ والناس تشوف بعضها وتعرف شنية وضعيتك شنية كذا، هذيك أعز حاجة. وراه سيدي رمضان باهي يلم الكبير والصغير والحبيب والقعدو، يلمك بسيف سيدي رمضان، حتى العائلة تكون متشتة. يجي سيدي رمضان كل سنة فك شقة الفطر، يلمك العائلة هذيك، يعني يجمع. شوف محلاك سيدي رمضان، حتى شربة ماء وقديم الخبز، واحمد ربي على كل شيء. لا شك أن الخضار والفواكه والمواد الغذائية تشهد ارتفاعا في الأسعار، فضلا عن شح بعضها في الأسواق. كل ذلك يزيد من كاهل التونسيين قبيل أيام قليلة من الشهر الكريم. الدنيا شاعلة فيها النار. نوصل صوتي للمعنيين بالأمر ويشوفوا الأسعار ذي. احنا ديما في التلفزة نتفرجوا في حاجة، وفي الحقيقة نلقاو حاجة. دوروا في المرشي وشوفوا غلي الخضرة وغلي الحم وغلي الحوت والدجاج. الزوالي وين مشي مشي وين؟ في بالك ثم ناس تخلص في 300 دينار؟ كيفاش باش تعيش وداخل رمضان وداخل؟ نحب نسأل انا السلطة عليه هكا، عليه باش ينقصونا في الزيت ويجيبوا لنا السكر، فهمني؟ ان شاء الله صحيح يكمل في معناه في الخدمه اللي يخدم فيها هكا، ان شاء الله اخويا بلاد بقدر ربي لاباس. وحددت الجهات المختصة أسعار العديد من المواد الغذائية، فيما يحتكر بعض البائعين عدة مواد وسلع أساسية للمواطنين في الشهر الفضيل، مطالبين السلطات بإحكام مزيدا من الرقابة. قبيل أيام قليلة من استقبال شهر رمضان المعظم وعلى وقع العادات والتقاليد الخاصة بهذا الشهر الكريم، يأمل المواطن التونسي من الجهات المختصة أن تعمل على ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية لتلبية الاحتياجات اليومية. ياسر دبابش، الغد، تونس.